سيادة الرئيس، تابعنا مع حضرتك يعني أسئلة المواطنين، الإجابات فين بقى؟ لا لا لا، احنا لو اختزلنا الكلام في ان احنا يبقى في أسئلة مواطنين عايزين نجاوب عليها وان احنا بنتكلم في موضوع زي كده ونقول لا كفاية ونتكلم في الموضوع، لا من فضلك تفضل. من فضلك، احنا عايزين نتكلم كلام مسؤول. صحيح. لدولة بتتكلم مع نفسها قدام شعبها. الكلام اللي بيقوله المهندس طارق ده عشان يخفض المدة من 4 سنين أو من 5 سنين لثلاث سنين، حضرتك احنا كان في عمل، لأن هو الموضوع ما بيخلص كده بأن أنا بقول له يلا وربنا معاك. لا لا، وأنا بقول الكلام ده للمصريين، ده المتابعة اليومية لهذا الأمر بيتم في الخمستاشر كيلو اللي تاخده على في منطقة الجميل، وعملية أكتر من 15,000 حامل خرسانة بيتعمل في الأرض ديت، عشان إحنا لأن أنا كان كلمتي ليهم أنا مسؤول أمامكم إن أنا أغطي كل المطالب اللي أنتم عايزينها عشان تنفذوا المشروع، الشق المسؤول بيه مصر، اللي هي مصر هتقوم بيه في الوقت اللي أنت عايزه مني هعمله لك خلال السنة، مش كده حضرتك؟ ده عشان يتعمل لازم المصريين يعرفوا ان كان في دولة صحية وبتتحرك ليل ونهار عشان تعمل الجزئية دي، عشان النهاردة تيجي الشركات دي تجيب معداتها تجد المنشآت والجزء اللي المصريين مسؤولين عنه عملوه. احنا بنتكلم في استثمارات اكتر من 10 مليار دولار بتتضخ في الموضوع دوت، مفيش شركة في العالم تحط الرقم ده في مشروع واحد الا اذا كان في حاجات كتير قوي، منها الثقة، لان احنا كنا في التزام بنقول لهم احنا مسؤولين على ان احنا مستحقاتكم كشركات بتعمل معانا، ان انا بالتزام دولة معاكم ان انا ندفع هذه المستحقات. رقم 2، ان احنا لما بنقول لكم تعالوا نختزل المدة في مدة صغيرة عشان العوائد بتاعتها، اللي المواطن بيسألني بيقول لي امتى اشوف؟ لا حضرتك، احنا ما نختزلش اللقاء ده في ان احنا المواطن يقول لي امتى اشوف، وانا احنا هناخد فلوس نوزعها على الناس ولا ايه؟ احنا بنقيم دولة ولازم الناس تكون بالوعي والمستوى ده، مش امتى اشوف شوف ايه؟ احنا هنوزع فلوس على الناس، احنا بنبني دولة بجد، بنجهز لشباب. طب اقول طب فين الجزء اللي خاص بالمصريين في ان هم يخفضوا نسب النمو السكاني؟ صحيح. هو مش الموضوع ده عبارة عن شقين ولا ايه؟ في جزء احنا بنعمله وفي جزء الشعب المصري المفروض يعمله. لما اقول للناس ان احنا نسبة النمو بتاعتنا 2.5%، مش كده يا فندم ولا ايه؟ دي نسبة ما نقدرش نستحملها وهتبقى عبء علينا وعلى اقتصادنا. طب احنا الشق بتاعنا، هل احنا مستعدين لما نقول كلمة واحدة ان انا اقول يا جماعة من فضلكم اللي عنده طفل ينتظر 2-3 سنين قبل ما يجيب الطفل الثاني، واللي عنده 2 ينتظر 5-6 قبل ما يجيب الطفل الثالث ولا لا؟ لا، الموضوع كده، الموضوع مش ان احنا قاعدين هنا وانا بتكلم، انا بكلم بلدي وولادي وناسي، انا مش جاي هنا عشان اقول حديك ايه وزعلك ايه، لا لا، ده ما لا يليق بينا في تعاملنا مع بعضنا البعض. احنا بنقيم دولة بجد، فمن فضلكم انتم، ده مش بناء وعي حقيقي، ده مش بناء وعي حقيقي للمصريين ان يقول لي يا ترى ها امتى بقى ايه؟ ما كل اللي انا بتكلم فيه ده مين اللي شغال فيه؟ مسؤولين، لا المواطنين والمصريين. المواطنين 3.5 مليون دول انا بشكل او باخر وصلت لك اموال انك انت تقدر تصرف بيها على بيتك. كان في شكل تاني ان ما يعملش الكلام ده كله ونقول ندي يعني اعانه بطاله ولا حاجه من هذا القبيل، احنا ما عملناش كده، احنا ما عملناش كده، ولا يليق بينا ان احنا واحنا قاعدين في المجلس ده وفي هذا اللقاء اللي انا بتكلم فيه مع كل المصريين ان انا اقول ان شاء الله هنديكم، لا لا لا، احنا بنبني دوله وبنجهز مشروعات كبيره جدا جدا عشان تكفي المصريين بالنمو السكاني اللي انا بتكلم فيه ده. لكن عشان يتعمل المشروع ده حضرتك كان في ورا منه جهد متواصل لمده 1.5 سنة عشان احنا ننفذ التزاماتنا. الارض دي كانت بتتخصص قبل كده، قبل انا ما اكون موجود في المكان ده تاخد 3 سنين اول ما تتخصصوا الارض. الارض دي اتخصصت بالتليفون، اديله الارض، مش كده يا فندم ولا ايه؟ حصل. والحقيقه مش بس كده، هم الناس مش مصدقين لغايه دلوقتي، الارض 550 فدان
550 فدان. زي ما تختزلوش اللي اتعمل يا جماعة في كلام يعني ده لا يليق بينا بصراحة. طيب. يعني احنا بنكلم شعب مصر على دولة ودولة بتنمو وبتكبر وبتحط نفسها على المسار الحقيقي لدولة ذات شأن. وده كلام احنا مش بنضحك بيه على الناس. احنا عارفينك احنا بنعمل كويس ايه للبلد ديت. احنا عارفين احنا بنعمل ايه كويس البلد ديت. الموضوع مش ده فيه دراسات بناس متخصصين ومسؤولين وخطط كانت موجودة قبل احنا ما نبقى موجودين ولكن لم يتم العمل تنفيذ. على تنفيذها ابدا. في كل القطاعات اللي احنا بنتكلم فيها ده في زميل بيقول لي هنحافظ على الطرق دي ازاي. اي موضوع جديد هنعمله محطوط اليات الحفاظ عليه. ما هو موضوع ايه اليات الحفاظ عليه؟ مش كان يعني مش زي ما سبق. هنعمل خط جديد. الخط الجديد هيتعمل طبقا للالتزامات اللي تحقق نجاحه في تقديم الخدمه بالشكل اللي يليق للمصريين ثم ازاي نحافظ عليه. ارجع تاني برضو عشان الاسئله بتاعت متى يشعر الناس بهذا الامر. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانا هتكلم فيه ان زي ما بقول كده اذا كنا بنتكلم على الاسعار اللي موجوده في الدوله المصريه كان زيادتها نتيجه حاجات كتير منها ان حجم المعروض واسلوب عرضه مش جيد. حجم المعروض قليل ثم اسلوب عرضه كاليات سوق حديثه مش كويسه وبالتالي كان المواطن بيتعرض وكتير مننا يقول لك ايه طب ما تحل لنا المساله برقابه زياده على الاسواق. يعني يا جماعة اللي بتقولوا الكلام ده هو اللي بيعمل الرقابة مين؟ أنا ولا المواطنين اللي شغالين في الموضوع ده؟ مش كده؟ مش كده برضو ولا إيه؟ ردوا عليا مصريين. طيب هم ما بي... ليه ما بينزلوش يشتغلوا بالشكل الجيد؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا ممكن أقول لكم هنظبط الأسواق ونعمل وننزل الناس والرقابة تبقى لا اللي بيشتغل في الموضوع هم احنا ولازم نعرف كده كويس يا ترى احنا بنشتغل كويس امناء في تنفيذ مهمتنا مخلصين في تنفيذ مهمتنا شرفاء في تنفيذ مهمتنا. كلام ممكن نتكلم فيه كتير ولكن اللي احنا بنعمله احنا بنعمل حجم من العرض يفوق يمكن المطلوب عشان اجبر اليات السوق انها تحترم وتخفض الاسعار. مثال احنا بنتكلم على الخضروات على سبيل المثال. انا النهارده في عندنا حجم من الاراضي وحجم من الانتاج. لما انا ادق خلال سنتين ونص انا عارفه لما حضرتك اقول 100,000 صوبه يعني ايه؟ 100,000 صوبه يعني مليون فدان. 100,000 صوبه زراعيه مليون فدان. انتاجها بيخضع لثلاث اربع عناصر في منتهى الاهميه ان انتوا تعرفوها مصريين. انا هديك منتج هذا المنتج طبقا للمعايير الصحية بديك منتج بمية مية جيدة وكيماويات متسيطر عليها ولا تسبب أذى ليك ولا لأولادك ثم حجم يفرض على السوق. لأن أنا لازم لو احنا بنتكلم على اللي احنا فيه احنا بنتكلم وكأن الدنيا شغالة في مصر بالزراير وده مش حقيقي ولن يكون ومفيش دولة بتشتغل بالزراير لكن احنا بنتكلم في اطار ظروف موجوده جوه دولتنا في مصر وبنحاول نحل المساله بشكل اخر بافكار مختلفه. ان نجحنا فيها ده توفيق ربنا وان ما نجحناش يبقى تقصير مننا. لما اقول النهارده هضخ في السوق المصري انتاج 100,000 صوبه يعني مليون فدان خضروات وفاكهه اللي يمكن انتاجها جوه الصوب بمعايير عالميه لا ده حضرتك انا بقول تاني لكل المصريين اللي بيسمعوني انا مش هقول لك انا بديك ايه في ايدك لكن هقول لك انا بعمل ايه لدوله اكبر دوله عندها صوب في العالم عندها 70,000 صوبه عملتهم في 40 سنه. انا لما اعمل 100,000 صوبه في 3 سنين عايز مين يقول لي يقدر يعمل كده ازاي؟ وانا مش كده بتكلم على ان انا اللي عملت. انا قلت امبارح ان احنا كلنا اللي بنعمل احنا كلنا اللي بنعمل. لما دخل 40,000 فدان مزارع سمكيه في الانتاج ده مين اللي بيعمل الكلام ده؟ في قد ايه؟ بكام؟ لما اجي اقول لحضرتك ان انا عندي اكتر من 10 12 بحيره موجوده في
على المتوسط وكلها محتاجة يا مصريين اتثابت 30 سنة و40 سنة لان عشان تحافظ عليها. انت الناس بتتكلم على ايه اللي بياخده في ايده بس، لكن انا لما اتكلم على بحيرة على سبيل المثال ان انا اعيد تأهيلها وارجعها مرة تانية واقول دي تكلفة اعادة تأهيلها، من ضمنها محطة المعالجة اللي بتتعمل في شارع بورسعيد عشان المية اللي بتترمي فيها، المية اللي هي مية الصرف الصحي والزراعي والصناعي، تروح بدل ما تترمي هنا تتحط في محطة المعالجة تستفاد بالمية ولا تسيء ولا تفسد هذه البحيرة. ان احنا نتكلم في 17 مليار جنيه للمحطة دي. فإذا كنا هنختزل اللقاء بتاعنا هنا ونتكلم على ان يعني ايه انا عايز حاجة في ايدي كده وبتاع، ده كلام لا يليق. لا لا، البحيرة دي عشان اعيد تأهيلها حضرتك يا مصريين انا محتاج في حدود 25 ل 30 مليار جنيه. انا بتكلم على بحيرة واحدة، عشان ايه؟ عشان انتاجها من الاسماك يليق بصحة المصريين، يليق بايه؟ بصحة المصريين. نحن نتصدى لتحدياتنا بكل الجدية والمسؤولية والوعي والفهم الحقيقي والإصرار على ان احنا ننهي كل مشكلة من جذورها. هرجع تاني بقى ازاي ان احنا حجم الطلب اللي موجود في السوق المصري بالظروف وآليات السوق الحالية نقدر نتغلب عليها ونخلي الأسعار. طب هو الأسعار خلال الأيام اللي فاتت ثبتت ولا زادت؟ أنا بسألكم، يعني هتكلم على اللحوم اللي هي أكتر حاجة ممكن تبقى مؤشر، زادت ولا ثبتت ولا قلت؟ لو ثبتت من فضلكم، لو ثبتت يبقى احنا إلى حد ما ناجحين لأنها ما تزيدش أكتر من كده كفاية بقى. طب لو انخفضت؟ حاضر يا فندم، أنا عارف انخفضت قد إيه يا فندم، احنا قاعدين بنعمل إيه؟ يعني انخفضت 30 و40 جنيه في بعض المناطق وانخفضت 20 جنيه في مناطق أخرى. لكن تصوري إن أنت عشان تعملي برنامج، هو تزعلوا أنا بكلمك؟ لا لا خلاص. عشان تعملي برنامج لتخفيض سعر اللحوم في مصر، قسما بالله العظيم يعني ده فضل من الله سبحانه وتعالى إني وفقنا لكده. عشان النهاردة أقول إن أنا يبقى عندي مليون راس إن البرنامج اللي احنا شغالين فيه، وده ملوش دعوه بالمناسبه بالقطاع الخاص خالص، ده قطاع موازي لكل الجهود اللي موجوده في الدوله سواء كانت الحكومه او القطاع الخاص، عشان حجم الطلب اللي موجود يبقى قدام منه حجم عرض يفرض على ان المنتج ده ينخفض سعره بشكل يبقى مرضي للمصريين، مرضي للمصريين. يبقى احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات اللي هي بنعتبرها سلعه اساسيه، اللي هي بنعتبر فيها الخضروات والفواكه وتبقى سعرها الى حد ما مناسب للمصريين، وده مش هيترتب غير بان احنا نعمل اليات سوق منضبطه ثم نعمل انتاج ضخم. الانتاج الضخم استنوا بس اليومين الجايين احنا هنروح نفتتح بعض هذه المشروعات خلال الايام اللي احنا موجودين فيها، وهتشوفوا تقولوا يا كل ده معمول عشان يحقق اللي الزميل بيساله او الاخ او الابن المواطن بيساله بيقول انت بتعمل لي ايه؟ انا بعمل لك ان انا بعمل ده عشان تيجي لك المنتج ده صحي، وده اهم كتير قوي من سعره، لان ممكن تاكل امر يأذيك وهو ثمن قروش صحيح، لكن مهم قوي انك انت تاكل امر ليك ولاولادك ولبيتك صحي ما يأذيكش. اذا كنت انا امين عليك وامين على صحة ابنائي وابناء مصر في ان ما ياكلش حاجة تضره. الانتاج ده بتاع الصوب الزراعية انا لقيت ان ده وكل الدراسات اللي قالت ان احنا لابد ان احنا نتحرك، وبقول تاني واللي اتقال في الاستثمار الخاص واللي اتقال ان نشجع الشركات تعمل، كل الشركات اللي بتتحرك وتعمل احنا بنشجعها مفيش كلام، لكن كان لابد ان احنا زراعة الدولة تخش عشان اليات السوق. اليات السوق، الراجل اللي عنده مصنع اسمنت عايز يكسب بس، اللي عنده مصنع حديد عايز يكسب بس، وده حقه طبعا ما هو شغال ليه، لكن احنا كدولة بنحاول نعمل توازن بين مكسب الاخرين وبين انتاج يحد من اليات السوق الحر على اطلاقها، لغاية لما تنتظم اليات التوزيع يبقى عندنا منافذ توزيع
تليق بمصر بكل في كل المحافظات، يوم يبقى ينخفض سعر تكلفة التشغيل لهذا المنتج. فلا أرجو أن احنا نبقى متأكدين أن ده خلال المليون رزل يعني 200 ألف حبوا في 30/6/18 ثم. وده بالمناسبة لأن احنا ما لقيناش في العالم، شوفوا أنا بتكلم في العالم، حد يقدر يلبي مطالبنا في مدة زمنية أقل من كده. ما حدش قدر يقول لنا هقدر أدبر لكم مليون راس، أنا بتكلم بجد، مليون راس في مدة زمنية خلال سنة أو سنتين، ما فيش حد يقدر يلبي ده. السوق العالمي ما يقدرش يلبي لنا ده لأنه هو الالتزامات مع حتة تانية. يبقى احنا الخضروات بنتكلم فيها على أن احنا نطلعها بشكل جيد ثم نعرضها بشكل جيد ثم يكون تكلفة إنتاجها مريحة للمواطنين. ده بالنسبة للخضروات والفاكهة. بالنسبة للحوم والأسماك احنا ماشيين في برنامج وانتم شايفين نتائجه. احنا مش بس على قد ال 200 الف راس 30/6 ولا المليون، احنا كنا لسه بنتكلم على ان احنا نعين ونساعد صغار المربيين ببرنامج ومشروع البتلو وحاجات اخرى كثيره تساهم في محصلتها على ان الاسعار ترجع مره تانية رغم التعويم والنتائج بتاعته بشكل كبير. حد اتكلم قال على الاعلاف، احنا الاعلاف ما فيش فيها مشكله والانتاج اللي موجود وانا متفاهم ده كويس، يكفي طلب الناس، طلب المربيين اللي هم سواء كانوا مربيين للرؤوس الحية او للمشاريع الداجنية. سأل حد على الضبعة امتى هنشتغل فيها او امتى الفايدة منها ايه. يعني محطة الضبعة وانا كلمت الكلام ده وفي كلام ما اقدرش اقوله كله كده، يعني نقدر نقوله كله ما نقدرش، ما نقدرش اقوله كله، لكن عايز اقول ان هي العلم والتكنولوجيا اللي موجوده في مثل هذه المشاريع نحن بحاجه ليها، واحنا بامتلاكنا لهذا المشروع هتتاح لنا هذه التكنولوجيا لينا ولعلمائنا والمهندسين والشغالين في هذا القطاع. طب هو تكلفته الماليه؟ تكلفته الماليه انا بقول لكم احنا خدنا شروط، يعني كان من ضمن الشروط ان احنا لا نعلن عن الشروط، مش كده؟ كان من ضمن الشروط ان احنا لا نعلن، انا بكلمكم بجد ان احنا لا نعلن على الشروط لان طبعا دي شركات عالميه بتشتغل مع الدنيا كلها. وما اخذناه شوفوا مش هنتعاقد على موضوع الا اذا كان يمثل بالنسبه لنا فرصه حقيقيه لا تكرر. احنا هناخد تشتغل المحطات وتنتج الكهرباء ونبتدي ندفع اول قسط بعد 5 سنين من الانتاج، مش كده؟ وندفع على 25 سنة بفايدة كام؟ مش هقدر، لا مش يعني كده. فأقصد أقول ثم أنا عايز أربع بقى لأخونا اللي بيتكلم في المنطقة الغربية أو على الساحل الشمالي، يعني لا ده المنطقة الغربية لها مشاريع ما فيش كلام. احنا بنتكلم على مدينة العالمين، بنتكلم على مدينة جرجوب ومينا جرجوب التجاري، وبنتكلم على يعني مدينة أخرى مش هنقدر نتكلم عنها دلوقتي، مش كده؟ كفاية كده. فلا طبعا الكلام ده في الآخر هيحصل إيه؟ لما هو احنا مش عاملين زي ما اتقال كده قرى مقفولة، لا احنا عاملين مدن دي بتبقى فيها خدمات متكاملة، فيها كل شيء، وبالتالي هيبقى في فرصة فيها لأن فيها مناطق صناعية بالمناسبة. يعني مدينة العالمين مش مدينة سياحية بس لا دي مدينة سياحية وفيها مناطق صناعية بتشتغل فيها، فهي مدينة زي اسكندرية كده. طب مين هيبقى أولى الناس بالعمل فيها؟ اللي قريبين من هذه المناطق. احنا لو عدنا نتكلم في كل شيء يعني هيبقى كتير. يعني ايه تاني؟ طيب سيادة الرئيس عذرا نعم. لسدد الحضور حاضر سيادة الرئيس. احنا بنخاف نفتتح. طب والله انا صادق، انا بحلف والله بنخاف نفتتح من اهل الشر، والله بنخاف نفتتح من اهل الشر.
سيادة الرئيس، كان في سؤال أخير بس في أسئلة السادة المواطنين، كان سؤال أخير بس هو من محافظة بني سويف، بيقول إحنا عندنا في بني سويف صحرا كتير جدا ليه ما نصلحهاش ونزرعها فننتج، يمكن قصده على 1.5 مليون فدان، هل هو شامل بني سويف ولا لا يشمل بني سويف؟ طيب هو الظهير الصحراوي اللي إحنا بنتكلم عليه 1.5 مليون معظمهم، وإحنا كنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، 1.5 مليون فدان معظمهم في الظهير الصحراوي للصعيد. مظبوط. من أول الفيوم لغاية أسوان. 1.5 مليون فدان هم مش 1.5 مليون فدان، هم 4 مليون فدان. ال 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 الشريحة الأولى منهم هم 1.5 مليون فدان اللي احنا بنتكلم عليهم. على المنيا وفيهم على فيها على الأقل من في الظهير الصحراوي بتاعها ما يقرب من 400,000 فدان. الفرافرة فيها حوالي 100,000 فدان أو 150,000 فدان. المغرى فيها حوالي 150,000 فدان. ومش لازم يعني احنا عايزين نتحرك احنا لمشاريعنا، ومش عايزين ان احنا نقول ايه انا عايز المشروع جنب، لان انا من ضمن الهدف اللي كنا عملناه وانا بفكر بس زمايلي في الحكومة، قلت لهم احنا عايزين المواطن اللي يروح يزرع ما يرجعش يعني ما يرجعش تاني اخر الاسبوع او ويعيش في قريته تاني، لا انا عايزه هو يبقى يوطن، مش يعني مش كلمة وطن دي، يعني يعيش ونوفر له حياة طيبة في إن شاء الله الـ 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 الأراضي الزراعية الجديدة. الـ 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 لما نعمل سكن ونعمل مدرسة ونعمل مستشفى ونعمل محطة طاقة شمسية ونعمل ري حديث في الأماكن ديت، دي استثمارات كبيرة قوي، الهدف منها ان هي توفر فرص عمل للي بيقول طب انا فين. وبالمناسبة احنا بنحاول نطرح هذه المشاريع باقل تكلفة مالية. واقول بقى لحضرتك عشان المستثمرين، جينا بقى نتكلم بجد، انا طبعا بقول الكلام ده على الهواء دلوقتي مش كده، لما جينا نطرح المستثمرين وجينا شركة الريف المصري تتكلم معاهم، بس لقينا الناس عايزة تاخد الحاجة كده، مش الصغيرين مش البسطاء، لا الكبار اللي هياخد 10,000 فدان بيقول لك عافيني وعافيني وعافيني وعافيني. يعني يا جماعه لا، يعني خلونا نقدر نكمل مشوارنا، خلونا نقدر نكمل مشوارنا. لما جينا نطرح، انا بقول لكم الكلام ده واسمعوه كلكم عشان انتوا المصريين تعرفوا ان شركه ريف مصر لما جت تطرح على الـ الاراضي ديت للكبار المستثمرين، الشروط اللي هم طالبينها هتبقى مش غير 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 مقبوله وغير محتمله. وهيبقى ما عنديش خيار تاني لو ده حصل، وانا بقولها على الهوا، ان انا هوزع 1.5 مليون فدان على صغار المستثمرين. نعم. شكرا جزيلا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا جزيلا لسيادتك، واشكر الساده الوزراء والساده الخبراء والحضور الكريم.